القراءة حق وضرورة، ليس فقط في شهر القراءة وإنما على طول شهور السنة. معنا في الاستديو خبيرة التربية وعضوة في مؤسسة محمد بن راشد لمكتبة اقرأ واستمتع للاس شاهين، راح تتحدث معنا حول الموضوع. أستاذة للاس صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إذن شهر مارس أذار هو شهر القراءة، ما الذي استجد في هذا الشهر؟ الجهود من قبل المدارس ومن قبل الدولة لتفعيل القراءة العربية. كما نعلم في عام 2016 قد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله قانون القراءة، وحدد شهر للقراءة في السنة. وكانت هناك عدة مبادرات في أول سنة في عام 2016، 160 مبادرة ظهرت من وزارة الثقافة، والآن طبعا وهي عممت واستمرت ما بعد شهر القراءة وطوال السنة. ونحن كمكتبة اقرأ واستمتع منطلقين من أفكار وإبداعات سمو الشيخ ومبادرات الشيخ أيضا محمد بن راشد حفظه الله، بدأنا بعدة مبادرات. في عام 2016 قمنا ب 35 مبادرة هي نوع من التقرب إلى المجتمع وتحبيبهم بالقراءة وتثقيفهم، وجعل هناك علاقة وطيدة بين القراءة وبين الأسرة بشكل عام. نعم. ولكن بعد ذلك انطلقنا من المجتمع، طبعا نحن كانت ميولنا نحو المجتمع عامة، ولكن النساء والطالبات والشابات خاصة. نعم. يستطيع حضور ورشات العمل والمناقشات القرائية أي شخص، لكن في يوجد لدينا جروب خاص، مجموعة خاصة. نعم. على الواتساب هي للنساء فقط، مكونة تقريبا من 150 أو 185 سيدة. ننطلق من هذه المشاريع أو من هذه المبادرات إلى القراءة الحرة. لدينا بدأنا في عام 2014 بجلسات قرائية نسائية مع الأصدقاء، ولكن لم يكن لها اسم واضح. وفي 2016 حصلنا على رخصة من مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة، لتنمية المشاريع الصغيرة، فبدأنا بتسمية جلساتنا بجلسات بنات زايد، ونناقش بها في كل جلسة نناقش كتاب أو كتابين لتتمحور حول الفوائد التي استفدناها من هذا الكتاب. ضروري أستاذة للاس أن الكتاب يكون كتاب مطبوع، أم ممكن قراءة الكتاب الآن على الطريقة الحديثة عبر مثلا اللابتوب وما إلى ذلك الكمبيوتر؟ هناك كثير من الناس الآن تلجأ كثير يعني إلى ذلك. غالبا للحقيقة يكون كتاب ورقي بسبب وجود الكاتبة، نستضيف كاتبة الكتاب. نعم. وتناقش معنا الكتاب ولماذا أبحرت في هذا الكتاب أو اختارت هذه المواضيع خاصة. نعم. من مفهوم اقرأ واستمتع، كيف يمكن للشخص اللي مو كثير يحب القراءة نحفز أكثر للقراءة وفعلا يستمتع بالقراءة، سواء عبر الكتاب الورقي أو سواء عبر الكمبيوتر أو ما إلى ذلك؟ من خلال عدة ورش قمنا بها، يقوم أحد الضيوف، والحمد لله الضيوف نوعا ما من الشخصيات البارزة في المجتمع. نعم. حتى وجود بعض الشيخات حفظهم الله قد أفادونا كثيرا بقيامهم بعدة ورش دون الذكر. نعم. ما شاء الله كثر. نعم. حتى لا ننسى أحد. فكان النقاش حر، لا يوجد كتاب ورقي ولا يوجد. نعم. كمبيوتر ولا آيباد ولا أي فعاليات يعني إلكترونية، ولكن كان الحوار حر، نطرح موضوع معين ونتناقش به من خلال الكتابات يعني التي. نعم. أطلقوها. طيب هذا داخل الورش، داخل المنازل، داخل المدارس، سواء للكبار أم للأطفال، كيف يمكن تحفيز الإنسان كبير أم صغير للقراءة؟ بدأنا في الكبار أولا، ولكن. نعم. في 2017 هو ممكن الكبير يعكس على الصغير، خاصة. صحيح. الأم والأب إن كانوا يحبون القراءة ممكن الطفل يكتسب هالهواية أو المهارة من جميل. والده، لأننا فتحنا نادي للأطفال. نعم. نادي الأطفال لقراءة واستمتع أيضا. وكان هو مجموعة من الأطفال تقودهم طفلة أيضا. نعم. لا نقودهم نحن، وإنما توجيهات خارجية كما. نعم. يقال، فيبدأون باللعب
التعلم عن طريق اللعب، القراءة، الحرف، الهواء الطلق، نأخذهم في رحلات ضمن الحدائق، ضمن الفعاليات الموجودة داخل الدولة أو ما قدمته لنا الحكومة من أماكن جميلة، حتى في السفن خرجنا في رحلة في سفينة في إحدى المرات أيضا، فكانت فعاليات خفيفة فيها لعب فيها مرح، حتى أن الطلاب أو الأطفال بشكل عام استمتعوا في استقطاب المعلومة ولكن وكأنهم لا يدرسون. إذا من هذا المنطلق أستاذ ليلاس، كم هو مهم إشراك القراءة مع النشاطات الترفيهية؟ جدا مهم، يعني ينطلق بناء أصلا شخصية الأطفال في هذا الزمن من الترفيه وليس من القراءة فقط، ولكن نبدأ بالترفيه والتحبيب ومن ثم يبدأ الطفل تلقائيا بالقراءة. تنصحون كونكم مختصين بقراءة أي كتاب أم كل شخص وما يرغب وما يهوى وما يحب؟ أنا بصراحة شخصيا كأخصائية لغة عربية أفضل دائما ميول الطالب حسب أهوائه وميوله. لا أدري هل أستطيع إظهار هذا؟ تفضلي ممكن على هذه الكاميرا. مثلا هذه إحدى الأعمال التي قمت بها مع إحدى الطلاب أو الطالبات، الكاتب الصغير، وهي تأليف مجلة صغيرة يتكلم فيها الطالب مثلا عن إنجازاته. تمام، هنا هو رئيس تحرير هذه المجلة. جميل، يتكلم هذا يكون تحفيزي جدا للأطفال. جميل، يتحدث عن أعماله، عن الإذاعة المدرسية، عن المسرحيات التي شارك فيها بالمدرسة، عن حصوله بعض الجائزات، الجوائز عفوا، إلى آخره. الآن هنا لدينا المطبخ، يتحدث عن أفضل طريقة لأكل محببة لديه. وكل هذا بحث في جوجل أو في مواقع البحث الإنترنت. هنا لدينا جمال وأناقة. تحدثت عن مصادر مجلات عدة، تناولت المجلة ما شاء الله. تماما، ولدينا هنا رياضة وإشراقة وفوائد الرياضة. هنا لدينا تاريخ وثقافة عن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ زايد رحمه الله. إذا مجلة شاملة هي. تماما. أستاذة ليلاس، هنا دور التحفيز كم هو مهم لزيادة القراءة في المجتمعات خاصة بين الأطفال أنت حدث. خاصة نحن ككبار نحب دائما كلمة شكرا أو أنجزت أو حتى الابتسامة بعد إنجازنا، فكيف بطفل صغير لديه مشاعر، مجرد نظرة، تمييز نظرة أخ عن أخ لديه حساسية من ذلك، فكيف ونحن نحفزهم؟ فهذا يعطي الكثير بصراحة للطالب، يعطي دافع قوي لتقديم ما في داخله وإخراج الطاقات الكامنة التي يخجل بإخراجها أو التعامل معها. نعم، شكرا جزيلا لتواجدك معنا في الاستديو. كانت معنا خبيرة التربية وعضوة في مؤسسة محمد بن راشد لمكتبة اقرأ واستمتع الأستاذة ليلاس شاهين.